خلينا نبدأ على كل حال بقى بالماتشات امبارح يا كريم، لأن لسه في عندنا كلام كتير قوي نقوله بصراحة. ماشي، طب تعالي قبل ما ندخل في الماتشات تعالي نبتدي حلقتنا ماشي. بإننا نطمن الجماهير في كل مكان على كابتن محمود الخطيب اللي أنهى بالفعل المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية اللي كان أجراها في فرنسا مؤخرا للاطمئنان على حالته الصحية. طبعا حابين نقول له ربنا يطمنا عليك يا كابتن بيبو، وإن شاء الله ترجع لنا بألف مليون سلامة وألف سلامة على حضرتك. احنا بقالنا فترة طبعا واعلنا ده قبل كده كابتن خطيب يعني بيمر بظروف صحية، لكن الحمد لله هو كويس وفي نفس الوقت هو بيتلقى العلاج المناسب. وخليني اقول لحضراتكم كمان هو هيغادر فرنسا خلال ساعات، هيتوجه بقى للسعودية عشان اداء مناسك العمرة، وبعد كده هيعود لفرنسا لاستكمال بقية الفحوصات وعرضها على الاطباء عشان يحددوا العلاج والتأهيل المناسب خلال الفترة اللي جاية. ربنا يشفيك يا رب وترجع لنا بألف سلامة بإذن الله، وتكون وعكة صحية كده سريعة وترجع احسن من الاول بإذن الله إن شاء الله.